بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية حظراً على واردات النفط الروسية إلى أراضيها بسبب الحرب في أوكرانيا، اشتعلت أسعار النفط بشكل غير مسبوق لتلامس 140 دولاراً للبرميل. سريعاً سعت واشنطن لإطفاء نيران الأسعار الملتهبة باللجوء إلى حلفائها وشركائها المنتجين للنفط، بل حتى إلى ألد أعدائها مثل فنزويلا. وليست ليبيا بعيدة من هذا الصراع، وهي تملك أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، غير أن الانقسام السياسي وتلويح أطراف ليبيا بوقف إنتاج النفط وتصديره في عدد من الحقول والموانئ في حال استمرار حكومة الوحدة الوطنية وعدم تسلم الحكومة الموازية للسلطة يهددان المصالح الاستراتيجية لواشنطن وحلفائها الأوروبيين، لكنه بالمقابل يخدم مصالح روسيا الحاضرة عسكرياً عبر شركة فاغنر الأمنية. وتمثل صادرات النفط من موانئ الهلال النفطي الأربعة السيدرة، راس لانوف، البريقة، الزويتينة أكثر من 60% من إجمالي صادرات البلاد، لكن الأخطر كان إعلان مؤسسة النفط الليبية في مارس فقدان نحو 330 ألف برميل يومياً نظراً لإغلاق حقلي الشرارة والفيل الواقعين في أقصى الجنوب الغرب. تراجع الصادرات النفطية الليبية يضغط على الأسعار العالمية، وليس مستبعداً أن تستخدم روسيا نفوذها كورقة ضغط في وجه الأمريكيين وعلى الأوروبيين بالذات. بينما من مصلحة واشنطن استمرار تدفق النفط الليبي إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، ولن يتم ذلك إلا من خلال تحقيق استقرار سياسي وأمني في البلاد. لذلك تدفع نحو حوار سياسي وإعداد قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات في أقرب وقت، تنهي أزمة الشرعية وتسمح بتصدير النفط الليبي، بما يسمح بالمضي في استراتيجية التخلي عن النفط الروسي. فهل تقف موسكو مكتوفة الأيدي؟